السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. حادث مرور خطير، إصابة 18 شخص من فريق قدماء عنتوتا لكرة القدم ظهر اليوم إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل تشكيلة النادي، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 77 بإقليم بلدية مروانة. خلف الحادث إصابة 18 شخص بجروح خفيفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. الله يشفيهم يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.